بسم الله الرحمن الرحيم. شوف تاريخ الجزائر يعني، والمشكل حاليا هو لا كرونولوجي تاع لي زيفانمون. حنا نهزو انطاط 814 قبل الميلاد، 814 من الميلاد كان شعب النهر، كانوا يسموها ليبيين. هيرودوت سمى هذا الشمال الافريقي كامل ليبيين، ليبيك. وسموا كذلك الإفريقيين سموا الشعوب الغير متحضرة والغير إفريقية سموهم البربر. بصح البربر مش هضر له في وجهه، في ظهره يسميه بربر. وسمونا إفريقيين على إفري، إفري في المغارة. وسمونا بعد نوميديين على نوماد. وسمونا موريتانيين على مور. وسمونا على المغاربة يعني غرب، دمشق كامل غرب، العاصمة الأموية تسمى كامل الغرب، وشرق دمشق كامل تعتبر المشرق. صح. 814 جات على الليسرى وأسست قرطاج في تونس. احنا بقاو القرطاجيين أو الفينيسيين الفينيقيين أو الكنعانيين بقاو من 814 حتى 146 قبل الميلاد. من بعد جاو الرومان ريحوا تقريبا 534 سنة. من بعد جاو الفوندال الوندال، جاو من شمال أوروبا وجاو على إسبانيا، ومن بعد ريحوا تقريبا 100 سنة وختموها البيزنطيين تقريبا 130 سنة. ولكن في الفترة هذه ظهرت يعني مملكة نوميديا، ظهرت في بارتي من الفينيقيين وبارتي من الروماني. تسمى هنا يعني في الفترة الرومانية والفترة الفينيقية يعني تعايشت دول يعني وطنية يعني أوتونوم ولا دول أسوسية يسميها كما تسميها. من بعد الفتح الإسلامي اللي أمر به يعني عثمان بن عفان، اللي أمر أخوه الرضاعة اللي كان والي على مصر، جاء للمغرب وجاء للمغرب، جاء لإفريقيا على ثلاث مراحل الفتح الإسلامي. أولا بدأت الولاية الإفريقية، نهار قسمة الولاية الإفريقية ظهرت دولة الأغالبة في القيروان، دولة الرسوميين في تيارت، والأدارسة في فاس. من بعد جاءوا الفاطميين انطلقوا من إكجن من غرب ميلا وراحوا للمهدية وأسوا المهدية، ومن بعد راحوا للقاهرة وأسوا القاهرة وجامع الأزهر ودار الصناعي. من بعد كي راحوا الفاطميين خلوا لهنا الحمديين والزيريين اللي كانوا في يشير في المهدية، ومن بعد جاءوا لقلعة بني حماد، والزيريين راحوا للقيروان يحكموا في بلاصة الأغالبة. من بعد هنا يعني باختصار من بعد وراء هذه المجموعات خرجوا المرابطون اللي جاوا من شمال السنغال وجاوا من موريتانيا، وصلوا حتى حنا تقريبا الجاية، وأسسوا الجامع الكبير في العاصمة. هذاك الجامع الكبير كبيرة هذوك أسسوها تكتشاوى. تكتشاوى مش كتشاوى اللي قدام لا ميروطي، كان الجامع الجديد وكان الجامع الكبير، جامع كبير رسمي اللي يسميو فيه. بعد المرابطون شكون اللي جاوا؟ الموحدون. موحدون وحدوا شمال افريقيا كامل، وكانت العاصمه تاعهم في مراكش، ووصلوا حتى لاسبانيا. كي انهارت الدوله الموحديه بدا الظهور في تونس، ظهرت الدوله الحفصيه، في تلمسان الدوله الزيانيه، وفي المغرب الدوله المارينيه. ومن بعد سقطت الاندلس في عام في 2 جانفي 1492، سقطت الاندلس، جاءوا الاسبان بداوا يحكموا سبته ومليله اسبانيا حتى اليوم، حكموا 1507 حكموا مرسى الكبير، و 1510 وهران وبجايه الى اخره، حكموا تقريبا من بين الا جيتي كانوا حاكمين لجينوا الايطاليين. من بعد الناس العشرية راحوا دوموندو الإخوة عروش الربعة، إلياس وإسحاق وخير الدين وعروش، جاو باه يخرجوا من إسبان. بقات الحرب مع إسبان حتى تحرت
محرم في عام 1792 تقريبا 300 سنة ومحاكمين يعني لحاكمين يعني محرم. إذن الدولة العثمانية 1516 حتى 1830 والأسبان كومين راحت من 1505 حتى 1792 1830 الاحتلال الفرنسي 62 الاستقلال واليوم رانا الساندي le 12 février 2022 رانا في لي بالكون تاع الكوفي مع بلي بلانيت. مرحبا بكم ومرحبا بالجيت مناسبة أخرى والسلام عليكم. الله يوفقك يعطيك الصحة. شكونك يا شيخ الاسم تاعك؟ برك بالعربي عبد السلام. بن عربي عبد السلام. بارك الله يوفقك يا شيخ. الله يوفقك يعطيك الصحة. رحم والديك. بارك الله يوفقك. ميرسي بوكو.